وللرقة أسباب وللقسوة أسباب، ولكن الله تبارك وتعالى تفضل وتكرم بالإشارة إلى بيانها في الكتاب. فما رق القلب بسبب أعظم من سبب الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولا عرف عبد ربه بأسمائه وصفاته إلا كان قلبه رقيقا لله عز وجل، وكان وقافا عند حدود الله. لم تأتيه الآية من كتاب الله ويأتيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال بلسان الحال والمقام: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فما من عبد عرف الله بأسمائه الحسنى وتعرف على هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلا وجدته إلى الخير سباقا وعن الشر محجاما. فأعظم سبب تلين به القلوب لله عز وجل وتنكسر من هيبته المعرفة بالله تبارك وتعالى، أن يعرف العبد ربه، أن يعرفه. وما من شيء في هذا الكون إلا ويذكره بذلك الرب، يذكره الصباح والمساء بذلك الرب العظيم، وتذكره النعمة والنقمة بذلك الحليم الكريم، ويذكره الخير والشر بمن له أمر الخير والشر سبحانه وتعالى. فمن عرف الله رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس، فما وجدت قلبا قاسيا إلا وجدت صاحبه أجهل العباد بالله عز وجل، وأبعدهم عن المعرفة ببطش الله وعذاب الله، وأجهلهم بنعيم الله عز وجل ورحمة الله. حتى إنك تجد بعض البساط أقنط ما يكون من رحمة الله، وأيأس ما يكون من روح الله والعياذ بالله لمكان الجهل بالله. فلما جهل الله جرأ على حدوده وجرأ على محارمه، ولم يعرف إلا ليلا ونهارا وفسوقا وفجورا. هذا الذي يعرفه من حياته، وهذا الذي يعده هدفا في وجوده ومستقبله. لذلك أحبتي في الله، المعرفة بالله عز وجل طريق لرقة القلوب. ولذلك كلما وجدت الإنسان يديم العبرة، يديم التفكر في ملكوت الله، كلما وجدت قلبه فيه رقة، وكلما وجدت قلبه فيه خشوع وانكسار إلى الله تبارك وتعالى. السبب الثاني الذي يكسر القلوب ويرققها ويعين العبد على رقة قلبه من خشية الله عز وجل، النظر في آيات هذا الكتاب، النظر في هذا السبيل المفضي إلى السداد والصواب، النظر في كتاب وصفه الله بقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما قرأ العبد تلك الآيات وكان عند قراءته حاضر القلب متفكرا متأملا إلا وجدت العين تدمع والقلب يخشع والنفس تتوحد إيمانا من أعماقها تريد المسير إلى الله تبارك وتعالى. وإذا بأرض ذلك القلب تنقلب بعد آيات القرآن خصوة طرية للخير ومحبة الله عز وجل وطاعته. فما قرأ عبد القرآن ولا استمع لآيات الرحمن إلا وجدته بعد قراءتها والتأمل فيها رقيقا، قد اقشعر قلبه واقشعر جلده من خشية الله تبارك وتعالى. كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله
يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا القرآن عجيب. بعض الصحابة تليت عليه بعض آيات القرآن فنقلته من الوثنية إلى التوحيد ومن الشرك بالله إلى عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى في آيات يسيرة. هذا القرآن موعظة رب العالمين وكلام إله الأولين والآخرين، ما قرأه عبد إلا تيسرت له الهداية بقراءته. ولذلك قال الله في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل هناك من يريد الذكرى؟ هل هناك من يريد العظة الكاملة والموعظة السامية؟ هذا كتابنا. لذلك أحبتي في الله، ما أدمن قلب ولا أدمن عبد على تلاوة القرآن، وجعل القرآن معه إذا لم يكن حافظا يتلوه آناء الليل وآناء النهار إلا رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى.